ليلى اسكندر تحتفل بعيد ميلادها 36 بفستان مخالف للذوق العام والعادات والتقاليد السعودية. تابعوا معنا التفاصيل. حيث أجرت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر جلسة تصوير جديدة في جدة خلال احتفالها بعيد ميلادها 36 في منزلها. وقد تضمن الاحتفال بعيد ميلادها جلسة التصوير فضلا عن وقوفها أمام قالب الحلوى للتقطيع والتصوير بجانبه. وعلق عدد من المغردين على جلسة التصوير التي أجرتها الفنانة اللبنانية منتقدين الملابس التي كانت ترتديها. وأطلق البعض المغردون هاشتاج بعنوان ليلى اسكندر تخالف الذوق العام، ووصفوا ملابسها بأنها غير لائقة. ومؤخرا كشفت ليلى اسكندر عن كواليس عودتها لزوجها، حيث صرحت بأن الطلاق لم يقع بينها وبين زوجها الفنان السعودي يعقوب الفرحان، مشيرة إلى أنه كان مجرد خلاف وتم حله قبل أن يقع الطلاق بشكل رسمي. وبهذا الفيديو فيعبر الكثيرون من متابعيها عن استياءهم الشديد حول ظهورها بشكل غير لائق ومخالف لتعاليم الدين وقيم المجتمع، فقد أثار ظهورها بفيديوهاتها مؤخرا غضب عارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حيث ظهرت الفنانة ليلى اسكندر المتزوجة من الفنان السعودي وهي ترقص بهذا الفستان العاري في عيد